بعد أكثر من 3 أشهر أقر مجلس الأمة خلال جلسته اليوم أول تشريعاته خلال دور الانعقاد الأول له، وهو التشريع المتعلق بتعديلات قانون الأحداث، حيث رفع التشريع الجديد سن الحدث إلى 18 عاما بدلا من 16 عاما وهو السن المعمول به منذ تعديل القانون في المجلس الماضي. وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على تعديلات قانون الأحداث في المداولتين وأحاله إلى الحكومة. وكانت أبرز التعديلات على القانون هو رفع سن الحدث إلى 18 بدلا من 16 عاما، وهو ما يعد مخالفة للقوانين الدولية والمحلية التي منها قانون الطفل الكويتي. أول تقرير قدم للمجلس وأول قانون هو تعديل قانون الأحداث برفع سن الحدث إلى 18 سنة بعد ما كان 16 سنة، وهو الوضع الطبيعي والسليم واللي يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ويتوافق كذلك مع الجانب الدستوري والشرعي. ومن جانب آخر في تعديلات أخرى تتعلق بعدم فرض غرامة مالية في حال صدور حكم قضائي على الحدث. نتيجة التصويت على تعديلات قانون الأحداث انتهت بمعارضة نائب واحد فقط، هو النائب خلف دميثير، الذي اعتبر أن رفضه للتعديل جاء من منطلق شرعي حسب قوله. الرفض أنا من المجلس الماضي كنت من اللي أقريت القانون اللي يحدد الحدث 16 سنة وتحت، بعدين 16 سنة شرعا بالشرع 16 سنة هو السن القانوني، فأنا ماني عارف حتى ربع أن شلون شغلة شرعية يخالفونها مثل هذه. وبنفس الوقت هذه قناعتي. الجلسة شهدت كذلك موافقة المجلس على المداولة الأولى على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال الخاص بزيادة رأس مال محفظة البنك الصناعي لدعم المشروعات الصغيرة إلى 150 مليون دينار بدلا من 50 مليون، فيما تم تأجيل المداولة الثانية لتصحيح الأخطاء اللغوية التي شابت التقرير. ضغط العمل يولد أخطاء بشرية، فاللي حصل أن عنوان المادة بدل ما يكون المادة الأولى صار المادة الثانية، بس هاي ترتب عليه تعديل كل المواد اللي وراء، فالثانية تصير ثالثة والثالثة تصير رابعة وانت اللي ماشي. فبقرارك للقانون لازم تكون دقيق جدا فيه، وإحنا صوتنا على المداولة الأولى، حبينا نصوت على المداولة الثانية اليوم ونخلص مثل ما خلصنا الحدث، ما الله كتب على هالخطأ هذا يحتاج تعديل وسحب كل النماذج من سواء الرئاسة ولا من باقي النواب. وفي ختام الجلسة أرجع المجلس التصويت على 11 اتفاقية بعد مطالبات نيابية بتوضيح حكومي لعدد من بنودها. أقر مجلس الأمة اليوم أولى تشريعاته والذي كانت تعديلات قانون الأحداث، حيث تم رفع سن الحدث إلى 18 عاما كما كان قبل تعديله في المجلس الماضي ليتوافق مع المعاهدات الدولية. حمد النبهان، مجلس الأمة، تلفزيون الكويت.